السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا الدرس ديال فيزيبيليتي دو لوبجي، هو الدرس ديال الاولى علوم بكالوريا. هاد الدرس هذا ملي كنقول فيزيبيليتي دو لوبجي يعني رؤيه الشيء. لا فيزيبيليتي جايه من فيزيبل، شي حاجه اللي مرئيه، دونك لا فيزيبيليتي هو الاسم رؤيه الشيء. الو اول حاجه غنشوفوها يعني في هاد الدرس هذا لي كونديسيون دو فيزيبيليتي دو لوبجي، بمعنى شنو هما الشروط الاساسيه باش نقدروا نشوفوا واحد لوبجي. لوبجي هو واحد الشيء، دونك كاين دو كونديسيون. لا كونديسيون الاولى كتقول لك لوبجي دو تيتر اكليري. اول حاجه خاص يكون عندنا هذا الجسم هذا مضوي، اكليري يعني بريزونس دو لا لوميير، والجسم اللي بغينا نشوفه خصو يكون اكليري. ثاني حاجه ابسونس دان اوبستاكل اوباك انتر لوبجي اي لو دو لوبسيرفاتور، دونك يكون عندنا العين تاع الملاحظ بحال هكا، العين ديال الملاحظ غتشوف واحد الجسم مثلا بحال هكا ان كور اس. الوغ باش تشوف هاد لو دو لوبسيرفاتور هاد لو كور اس خاص جوج حوايج. اولا هاد لو كور اس خاصو يكون اكليري، هادي لا كونديسيون الاولى. ثانيا ما خاصش قلنا يكون ان اوبستاكل اوباك. شنو هو اوبستاكل؟ هو حاجز. ما خاصش يكون عندي واحد الحاجز كي اوباك. اوباك بمعنى معتم، حيت الا كان ان اوبستاكل ترانسبارون ماشي مشكل، شفاف اولا ترانسلوسيد شبه شفاف. ليسونسيل ما خاصوش يكون غير معتم. شفاف مثلا درنا هنا الزاج، هاد الزاج هذا راه اوبستاكل حاجز، ولكن ما غيمنعنيش باش نشوف انا هاد الشيء. دونك خاص ما يكونش هاد الاوبستاكل هذا اوباك. هادو هما لي دو كونديسيون بوغ فوار ان اوبجي. دابا نشوفو هاد يعني هادا غير دي رابيل. لا بروباغاسيون ريكتين دو لا لوميير، كنعرفو بلي لا لوميير سو بروباج سويفون اون لين دغوات، كنعرفو بلي الضوء كينتشر على شكل مستقيمي ولا على خط او سطر مستقيمي. دابا اللي عندنا جديد في هاد الدرس شنو هما؟ عندنا دو فينومين. عندنا هاد لو فينومين هادي لا فينومين دو ريفليكسيون، هادي اول فينومين، فينومين دو ريفليكسيون يعني راني نترجمها هنايا. لا ريفليكسيون دو لا لوميير كتعني انكسار الضوء. الو شنو هو انكسار الضوء؟ انعكاس الضوء. الانعكاس ديال الضوء ديجا ملي كنسمعو انعكاس كنتفكر واحد الحاجه اللي هي لو ميغوار. ها هي دونك سو فينومين نيسيسيت ان ميغوار، يعني هاد الظاهره هادي تاع لا ريفليكسيون دو لا لوميير باش توقع خصها واحد المراه، ان ميغوار. الو شنو كيوقع؟ ديجا المراه بعدا لو سامبول ديالها هو هذا، كنرسموها باغ ان تري هكا، كيكون فيها واحد لو كوتي اللي كيتسمى لو كوتي نون ريفليشيسون ولا لا سيرفاس نون ريفليشيسون. هاد لو كوتي هو اللي كندولو فيه هاد الشرطات هادو، كنعنيو بلي ما كيعكسش، هي باينه غير في سميتو نون ريفليشيسون. وعندنا لوتر كوتي اللي كيتسمى لو كوتي ريفليشيسون اولا لا سيرفاس ريفليشيسون، هي ديك الواجهه اولا ديك الجهه ديال المراه اللي كتكون اللي كتقبل الانعكاس، اللي فيها كيوقع الانعكاس. دونك هادي سي ان ميغوار بلون، حيت في هاد يعني في هاد الدرس هذا غنشوفو غير لو ميغوار بلون، غير المرآة المستوية، حيت كاين أنواع أخرى ديال المرآة ما غنشوفهمش في هاد الدرس. ألوغ شنو كيوقع لنا بالضبط؟ يعني باختصار كتكون عندنا أن ميغوار هنايا بلون كيما هادي، فهاد لو كوتي ريفليشيسون ماشي في هذا، لو كوتي نو ريفليشيسون ما غيوقع ليه والو. لو كوتي ريفليشيسون هو ديك الجهة الكحلة ديال الميغوار، حيت الميغوار كنعرفو بلي فيها جوج ديال لي كوتي، واحد لو كوتي هي ديال الزاج لو فيغ، هاديك هي اللي كيوقع لنا فيها الانعكاس، هداك هو لو كوتي ريفليشيسون. وكاين لو كوتي نو ريفليشيسون هي ديك الجهة اللي اوباك يعني معتمة، مكيوقعش فيها الانعكاس. الوغ شنو كيوقع؟ دابا حنا غنرسلو واحد لو غيون ليمينو، واحد الشعاع ضوئي غادي نرسلوه في جهة الجهة ريفليشيسون ديال الميغوار. شنو كيوقع؟ غادي نوقع له انعكاس، لا ريفليكسيون. هاد لا ريفليكسيون المعنى ديالها انه من غيدخل هنايا ما غيمشيش بحال هكا، لا خطا، غيكمل لو تراجي ديالو في هاد لو سونس، غادي نعكس، غادي يرجع لبلاصتو. الوغ هاد لو غيون اللي كيدخل كنسميوه لو غيون انسيدون اولا بالعربيه الشعاع الوارد. هذا اللي كيخرج كنسميوه لو غيون ريفليشي، زي جايه من لا ريفليكسيون يعني الشعاع المنعكس. وبيناتهم كيكون واحد المستقيم بحال هكذا اللي كنسميوه لا نورمال، وهاد لا نورمال كيكون عمودي هنايا على هاد لو ميغوار. دونك عندي لو غيون انسيدون لو غيون ريفليشي اي لا نورمال ا لا سيرفاس ريفليشيسونت او لا نورمال او كوتي ريفليشيسون، يعني العمودي على هاد الواجهه المنعكسه ولا المهم اللي كينعكس عليها هاد الشعاع الضوئي. ما بين هاد لا نورمال وهاد لو غيون انسيدون عندي واحد لونغ اللي كنرمز لها اي، وكنسميها اونغل دانسيدونس يعني زاويه الورود. ما بين لا نورمال و لو غيون ريفليشي عندي واحد لونغل ار اللي كنرمز لها ار، وكنسميها لونغل دو ريفليكسيون زاويه الانعكاس. دابا بالنسبه لهاد الريفليكسيون عندي دي لوا، دي لوا يعني قوانين. الوغ لا بروميير لوا شنو كيقول؟ لا بروميير لوا كيقول لي لو غيون انسيدون لو غيون ريفليشي اي لا نورمال، لا نورمال يعني على سيرفاس ريفليشيسونت، مالهم سي تروف دون لو ميم بلان. كيقول لي هاد لو غيون مع هاد لو غيون مع هاد لا نورمال كلهم كاينين على نفس المستوى، معنى نفس المستوى يعني على الورقه اولا على شي حاجه، المهم يعني خصهم يكونوا في نفس المستوى يعني ما يخرجوش على برا. بار اكزومبل هنايا مثلا هاد لا نورمال هذا قلنا كيفاش خاصو يكون داير؟ خاصو يكون عمودي على الميغوار. نقدر مثلا نجي ونقول لك حتى هذا هو، حتى هذا نقدر نسميها انا نورمال، ها هو عمودي، عمودي على الميغوار، كيشكل لي زاويه قائمه هنا، ولكن رسمته هنا ما يتحققليش هاد لا لوا الاول
علاش؟ حيت انايا الا رسمت هاد لا نورمال بحال هكذا دابا ما غيبقاليش انا لوغيون انسيدون لوغيون ريفليشيو هاد لا نورمال في لو ميم بلون. هاد ريفليشيو الانسيدون راه في بلون واحد اللي هو الورقه ولا نورمال راه في بلون بوحدو. دونك اول قانون يقول لي بلي خصهم يكونوا هكذا مرسومين على نفس المستوى، المستوى اللي كيتكون غير بدو ديمونسيون في الطول والعرض. بالنسبه للدوزيام لو عنده علاقه بهاد لي زونغل بهاد الزوايا، كيقول لي لونغل دانسيدونس ايغال لونغل دو ريفليكسيون، يعني زاويه الورود كتساوي هاد الزاويه هادي ديال الانعكاس. دونك اي ايغال ار، هادو هما لي دو لي دو لوا دو لا ريفليكسيون. نمشيو دابا لا ريفراكسيون، كاين لو فينومين الثاني في هاد الدرس. عندنا في الاول انعكاس الضوء لا ريفليكسيون، وعندنا دابا لا ريفراكسيون لو فينومين دو لا ريفراكسيون. الوغ لا ريفراكسيون كيما ترجمتها هنايا هي انكسار الضوء. الوغ هنايا هاد لو فينومين هذا il nécessite deux milieux différents et transparents. دونك هذايا لاحظتو هنايا il nécessite un miroir. بالنسبه لا ريفليكسيون ما يمكنش يكون عندي انعكاس بلا ما يكون عندي ان ميغوار. بالنسبه هنايا لا ريفراكسيون ما يمكنش يكون عندي انعكاس ابليطون كيسار بلا ما يكون عندي جوج تاع لي ميليو ترونسبارون او ميم طون ديفيرون. الوغ شنو كيوقع هنا؟ مثلا باغ اكزومبل خديت دو ميليو ها هما كي سون ديفيرون ماشي كيف كيف، عندي لير وعندي لو فير و اي سون ميم طون يعني ترونسبارون. دونك لير الهواء و لو فير الزاج هادو سون دو ميليو ترونسبارون، ترونسبارون معناها شفافين. الوغ هنا في هاد لي ميليو هادو كل ميليو عندنا كيتميز بواحد لو نومبر اللي كنرمزو له هكا بوتيتين كيساوي واحد الرقم معين اللي كيكون كون كونستون بالنسبه لذاك لو ميليو. هاد الرقم هذا اللي كنرمزو له بوتيتين كنسميوه لانديس دو ريفراكسيون، يعني بالعربيه معامل انكسار. ها هو كاركتيرستيك دو شاك ميليو، بمعنى كل وسط عنده واحد الان ديالو واللي ما كنحفظوش كيعطيوه لنا في التمرين. دونك باغ اكزومبل هنا لير دائما الهواء غتلقاو لانديس دو ريفراكسيون ديالو كيساوي واحد، دائما لو فيغ لانديس دو ريفراكسيون ديالو كيساوي 1.5 صافي. دونك دائما اي وسط عنده واحد الان ديالو. الوغ بما ان هنا عندي جوج ديال الاوساط اللي مختلفه وشفافه شنو غيوقع؟ غيجيني حتى هنايا واحد لوغيون غيدخل بحال هكذا غنسميه حتى هو لوغيون انسيدون، ولكن هنا ما غتوقعلوش ريفليكسيون ما غيطلعش بحال هكذا لا، هنا غتوقع له غير فراكسيون انكسار. انكسار شنو المعنى ديالها؟ بمعنى هاد لوغيون ديالنا اللي كنزل بحال هكا لو كان كمل لو تراجي ديالو عادي بلا ما يوقع له انكسار غيمشي بحال هكا يعني مستقيم، بصح هو بما انه وقع له انكسار غادي يعوج بحال هكا، يعوج بواحد لونغل معينه اي ميل صافي. هذا هو الانكسار. الانكسار كي قلنا بلي هاد لوغيون انسيدو ما غيكملش لو تراجي ديالو نورمال كما بداه، انما غادي يميل بواحد الزاويه معينه. الوغ فوقاش يكون عندي هاد الانكسار؟ فاش كيكون عندي دو ميليو ديفيرون اي ترونسبارون، يعني كل واحد ولا انديس دو ريفراكسيون ديالو ماشي غير واحد، ماشي غير ان ميليو. الا فات لي غير ان ميليو واحد راه ما كيوقع لا انكسار لا والو. دونك هاد لوغيون هذا اللي كيخرج كنسميوه لوغيون ريفراكتي. الوغ هذا اللي كيدخل سي لوغيون انسيدون راه نفس السميه ديال نفس السميه اللي كانت عندي في الريفليكسيون، هذا ما كيتبدلش. اللي كيتبدل هو هذا، هنا كنسميوه ريفليشي جايه من لا ريفليكسيون انعكاس، وهنا كنسميوه غيون ريفراكتي جايه من لا ريفراكسيون انكسار. حتى هنا عندنا واحد المستقيم بحال هكذا اللي كنسميوه لا نورمال اللي كيكون ها هو هنا كيكون عمودي على هاد لا سيرفاس هادي. هاد لا سيرفاس هادي سميتها سيرفاس ريفراكتانت. هاد الخط هذا اللي كتشوفوا هنا اوريزونتال افقي هذا كيقسم لي ما بين جوج ديال هاد لي ميليو وسميتها سيرفاس ريفراكتانت، يعني المساحه او الواجهه المنكسره لا بغينا نسميها جايه من ريفراكسيون، يعني فيها فين كيوقع الانكسار بالضبط. حتى هاد لو بوين هذا اللي كيكون هنا هاد النقطه هذه اللي كتكون هنا راه كنسميوها بحال هكذا كنرمزوا لها باي كتسمى لو بوين دانسيدونس. هنا فين كيكون عندي هنا فين كيوقع لي الانكسار هاد النقطه هذه بالضبط. الوغ حتى هنا غادي يكون عندي واحد لونغ لواحد الزاويه اللي ما بين هاد لوغيون انسيدو ما بين هاد لا نورمال وغنرمز لها باي ان، وعاوتاني هنا غيكون عندي واحد لونغ ما بين هاد لا نورمال وما بين هاد لوغيون ريفراكتي وغنرمز لها باي دو. الوغ بالنسبه للريفليكسيون كنسميهم اي ار، والريفراكسيون كنسميهم اي ان اي اي دو. جو دابا السماوات ديالهم كيفاش غيتسماو؟ بالنسبه لاي ان كتسمى اونغل دانسيدونس، قلت لكم هذه ما غتبدلش كتبقى زاويه الورود كما كانت عندي في الريفليكسيون، هي ما تبدلاتش. علاش ما تبدلاتش؟ حيت لوغيون انسيدون اصلا ما تبدلتش السميه ديالو من هنا حتى لهنا راه غير نفسه. اللي غيتبدل هو هي هاد الزاويه هذه، هذه اي دو، هذه ما يمكنش غنبقى نسميها اونغل دو ريفليكسيون كما قبيله حيت دابا ما عنديش ريفليكسيون، غنسميها اونغل دو ريفراكسيون يعني زاويه الانكسار. هادو بالنسبه لهنا. الوغ كيما شفنا قبيله كاين دي لوا، شفنا هنا قبيله دي لوا بالنسبه لا ريفليكسيون، دابا غادي نشوف لي لوا ديال لا ريفراكسيون يعني الانكسار. هاد لي لوا هادو نقدروا نسميوهم حتى لي لوا دو ديكارت. الوغ شنو كيقولنا؟ لا لوا الاول راه بحالو بحال هاد لا لوا هذا ما غيتبدلش، غير قلنا لو غيون انسيدون لو غيون ريفراكتي اي لا نورمال ا لا سيرفاس ريفراكتونت يعني العمودي على هاد المساحه هادي ولا هاد الواجهه هادي اللي كتفرق لي ما بين دو ميليو مالهم سي تروف دون
لو ميم بلان حتى هما كيكونوا سور لو ميم بلان كما شرحت لكم قبيله خصهم يكونوا على نفس المستوى. بالنسبه للوا الثاني شنو كيقولنا؟ كيقولنا لونغل دانسيدونس ولونغل دو ريفراكسيون، يعني هاد اي 1 وهاد اي 2 هادي زاويه الورود وهادي زاويه الانكسار مالهم سون ليي بار لا ريلاسيون سويفونت. الوغ العلاقه اللي كتجمع بيناتهم هي هادي، عندي ان 1 فوا سينوس اي 1 ايغال ان 2 فوا سينوس اي 2، ماشي بحال قبيله. قبيله كانوا هاد لي دو زونغل كانوا متساويين، هنا في الريفلكسيون كتكون اي ايغال ار، هاد الزاويه كتساوي هادي، في الريفراكسيون لا ما كيكونوش متساويين، كتجمع بيناتهم واحد العلاقه اللي هي هادي ان 1 سينوس اي 1 ايغال ان 2 فوا سينوس اي 2. دونك هنايا شمرات كيطرحوا لنا السؤال كيقول لك كالكولي لونغل دانسيدونس ماكسيمال كيرمز لها باي ماكس، كيقول لك حسب لنا زاويه الورود القصويه. ما معنى زاويه الورود القصويه؟ هي واحد الزاويه يعني اي ان هنايا هي هاد الزاويه اللي شحال ما دورناها كتبقى عندنا غير ريفراكسيون، بمعنى قبل ما نوصلوا لهاد اي ماكس اللي بغاونا نحسبوها، قبل ما نحسبوها بالبليتو قبل ما نوصلوا لها القيمه ديالها، يعني كيكون عندنا هاد لو غيون هذا كيبقى غير فراكتي، كتبقى له غير انكسار، كيبقى غير هنا. الا فتنا هاد الاي ماكس هادي يعني كانت كتساوي هاد لافالور تاع اي ماكس اولا فاتتها، هاد لو غيون هذا ما كيبقاش عنده ريفراكسيون، كيبقى يطلع يزيد حتى كيولي هنا. الا ولا هاد لو غيون هنا واش غتولي لي؟ ما بقاتش دابا ريفراكسيون، ولات ريفليكسيون. غادي نشوف مثلا هنايا لا كيسيون شنو قلنا، كيقول لك كالكولي لونغل دانسيدونس ماكسيمال اي ماكس. شنو كنجيو نديرو حنايا؟ لونغل دانسيدونس ماكسيمال اي ماكس كوريسبون ا ان لونغل دو ريفراكسيون ايغال 90 دوغري، بمعنى مي كنبغي نحسب هاد لونغل دانسيدونس ماكسيمال هاد اي ماكس هادي اي 1 هاد اي 2 كتاخد لا فالور ديال 90 درجه. بمعنى الا كانت هادي 90 درجه فين غادي تكون؟ غادي تكون هنايا مع لوريزونتال. الا فاتت هادي 90 درجه فين غادي تولي؟ راه غادي وكتكبر، غادي وكتكبر، الماكسيموم ديالها هو 90 درجه. الا فاتت هاد 90 درجه طلع هنايا، الا طلعت هنا ما يبقاليش كتسمى لي ريفراكسيون، عندي غيون بحال هكا وغيون بحال هكا، يعني ولينا فاش ولينا في الريفليكسيون الانعكاس. يعني دائما ملي نبغوا نحسبوا هاد زاويه الورود القصويه خصنا ضروري ناخذوا هاد الاي 2 يعني هاد لونغل دو ريفراكسيون ناخذوها تساوي 90 درجه. دونك شنو غادي نجيو نديروا دابخي لا دوزيام لو دو ريفراكسيون هذا اللي شفنا هنايا، غادي نقولوا ان 1 فوا سينوس اي ماكس هي هادي اللي بغينا نحسبوها لونغل دانسيدونس ماكسيمال ايغال ان 2 فوا سينوس 90 دوغري، دونك 90 دوغري هادي نتا لا ريفراكسيون. دابا صافي غنجيو نحسبوا سينوس اي ماكس. دونك واش هي سينوس اي ماكس؟ هي ان 2 على ان 1 فوا سينوس 90، سينوس 90 معروفه ديما كتساوي واحد، دونك هنا غتقسموا ان 2 على ان 1 بيان سور غادي يكونوا دي دوني ديال التمرين غادي يعطيكم شحال تساوي. بحال مثلا حنا هنايا عطاونا ان 1 ايغال واحد بالنسبه لليغ ها هي، وعطاونا ان 2 ايغال 1.5 راه ماشي ديما كتساوي هاد القيمه على حسب لو ميليو اللي غادي يعطيك. دونك الا جينا باغ اكزومبل نطبقوها على هادي غتعطينا هنايا سينوس اي ماكس هي ان 2 على ان 1 يعني 1.5 مقسومه على واحد مضروبه في سينوس 90، سينوس 90 هي واحد، دونك غيتخرج لنا واحد القيمه هنايا ديال سينوس اي ماكس. وباش نلقاو لونغل اي ماكس شنو غنديرو؟ غنديرو سينوس موازن. دونك انا غير رمز لها هنايا بعلامه استفهام، الوغ يعني هاد سينوس اي ماكس رمز لها بهادي بعلامه استفهام. دونك انا بغي الا بغيت اي ماكس شنو غادي ندير؟ غندير سينوس موازن هاد القيمه اللي خرجت لي هنا، يعني هاد علامه استفهام غتخرج لي بيان سور شي حاجه بالدوغري يعني زاويه، اما السينوس راه ما عندهاش اونيتي، السين والكوس والسين راه ما عندهمش اونيتي، والطونجونس راه الزوايا هما اللي عندهم اونيتي، دونك بيان سور تخرج لي بالدوغري. الوغ هنا غادي نكون خرجت واحد لا فالور ديال اي ماكس، غنكون عرفت القيمه ديالها. انا هنا جيت عطيتكم واحد ليكزامبل باش نفهمو اكثر. مثلا خديت مثلا افترضوا حسبنا هاد اي ماكس هادي وخرجت لنا 40 دوغري، هذا غير اكزامبل غير مثال، خرجت لنا 40 دوغري بهاد الطريقه. الوغ هنا التمرين شنو كيجي يعطيك؟ كيعطيك واحد لونغل دانسيدونس، يعني مور ما تحسب الاي ماكس كيعطيك واحد لونغل دانسيدونس جديده كتساوي واحد القيمه معينه، نقول كو سو باستيل او غيون لي مينو جوستيفي، بمعنى شنو غادي يوقع؟ هاد لو غيون هذا ديالك اللي جا دخل بهاد الزاويه المعينه اللي عطاها لنا دابا كتساوي 30 دوغري، شنو غادي يوقع له؟ بمعنى واش غادي توقع له ريفراكسيون او لا غتوقع له ريفليكسيون؟ الوغ حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو هاد لافالور ديال اي ان اللي عطاوها لنا ونقارنوها مع هاد اي ماكس اللي لقينا. الا كانت هاد اي ان صغر من اي ماكس كنقولو لو غيون فا سوبير اون ريفراكسيون، بمعنى ما حد هاد الاي ان اللي عطاتوها لنا راه صغر من هذيك القصويه راه غادي يبقى غير في الريفراكسيون ما غيطلعش الفوق. الا هذيك الاي ان اللي عطاتوها لنا كانت كبر من اي ماكس هنايا غادي تولي لنا ريفليكسيون، بحال هاد لو كان عطيتو هنايا دو كان مثلا عاوتاني عطاكم هنايا اي ان كتساوي 59 دوغري، الا قارنتها غادي نلقى هاد اي هادي كبر من اي ماكس، دونك هنا لو غيون فا سوبير اون
ريفليكسيون يعني صافي فات القيمه القصويه ديالو غيطلع الفوق غادي يولي لنا انعكاس. دونك يعني دائما بعد ما نحسبوا هذيك القيمه تاع اي ماكس كغعطونا واحد لونغل دانسيدونس غنقارنوها معها، الا كانت صغيره يوقع لنا ريفراكسيون، كانت كبيره غتوقع لنا ريفليكسيون انعكاس. الوغ دابا هما هنايا هاد جوج حالات. دونك الا كنا في هاد الحاله تاع ريفليكسيون بمعنى الا عطاكم واحد لونغل اللي كبيره على لونغل دانسيدونس ماكسيمال اللي حسبتوها، مثلا حنا هنا حسبناها لقيناها 30 دوغري، ها هي لقيناها 40 دوغري اي ماكس، وهما عطاوكم باغ اكزومبل ها هي 59 دوغري. دونك قلنا غتوقع لنا ريفليكسيون. الوغ الا وقعت لنا ريفليكسيون هي هذه، هذا هو المعنى ديالها، يعني دخلنا بواحد لونغل دانسيدونس اللي كتساوي 59 دوغري، فاتت الاي ماكس اللي حسبنا، دونك ما يمكنش غيتبقى هنايا في الريفراكسيون غادي تطلع الفوق، يعني غتولي لنا ريفليكسيون انعكاس. هذا هو المعنى ديال هذا هو الرسم، يعني ديريكتومون مور ما كتجاوبوا بلي اي سي بي اون ريفراكسيون ولا ريفليكسيون كنجيو نرسمو. هذا هو الرسم كيقول لك ديسيني ولا كومبليتي لو تراجي نتاع لو غيون ليمينو، يعني كمل لنا مسار نتاع هذا لو غيون فين غيمشي، واش غيمشي هكا يعني غتوقع له ريفراكسيون اولا غيطلع يرجع، دونك غتوقع له ريفليكسيون. فهاد الحاله قلنا راه خرجت لنا كبر من اي ماكس، دونك عندنا اون ريفليكسيون. الوغ شحال كتساوي هاد الزاويه؟ هادي هما عطاوها لنا 59 دوغري، هادي ار لونغل دو ريفليكسيون شحال غادي تساوي؟ حنا كنعرفوا بلي دابخي لا دوزيام لوا دو ريفليكسيون كيقولنا اي ايغال ار ايغال، فهاد الحاله عندنا 59 دوغري، دونك ما غاديش تبدل، يعني الزاويه اللي عطاوها لنا هنايا راه نفسها هنايا نفسها كتساوي ار. علاش؟ حيت القانون الثاني للانعكاس اللي شفناه قبيله هو هذا، ها هي اي ايغال ار. الوغ دابا نمشيو للحاله الثانيه تاع 30 دوغري، هنا عطاكم 30 دوغري، دونك 30 دوغري الا قارناها مع اي ماكس، هنا اي ماكس قلنا مثلا خرجت لنا 40 دوغري دونك صغر منها. الوغ الا كانت صغر منها هنا حنا في هذه الحاله غادي نقولوا بلي لو غيون ليمينو فا سوبيغ اون ريفراكسيون، الا كان فا سوبيغ اون ريفراكسيون هذا هو الانكسار، ها هو هذا. دونك هنا لو كان كيما قبيله، دونك لو كان الغيون كان غادي يتبع لو تراجي ديالو نورمال سون ريفراكسيون يعني بدون انكسار كان تقريبا غادي يمشي بحال هكا، ولكن حنا هنا عندنا اون ريفراكسيون دونك غادي ينكسر بواحد الزاويه معينه. الوغ هاد الزاويه اللي غينكسر بها يعني هاد الاي دو لونغل دو ريفراكسيون ما عرفناش شحال تساوي، بحال قبيله كانت ساهله. علاش؟ حيت في الانعكاس اي كتساوي ار، يعني هذيك اللي عطاوها لكم هي نفسها اللي غادي تخرج لكم، بصح في الريفراكسيون لا، حنا في الدوزيام لوا دو ريفراكسيون ما قلناش بلي اي ان ايغال اي دو، نو قلنا بلي كتربط بيناتهم هاد العلاقه هادي ان ا فوسينوس اي ان ايغال ان دو فوسينوس اي دو. دونك الا بغيت انا نعرف هاد القيمه تاع الزاويه اي دو يعني لونغل دو ريفراكسيون، دائما نخدم نفس لا لوا اللي هو لا دوزيام لوا دو ريفراكسيون. شنو كيقول لي هاد لا دوزيام لوا؟ هو هذا ان ان فوا سينوس اي ان، هاد اي ان هي لونغل دانسيدونس اللي عطاوها لي، ايغال ان دو فوا سينوس اي دو، هاد اي دو هي لونغل دو ريفراكسيون زاويه الانكسار اللي راني كنقلب عليها. دونك عادي غادي نخرج سينوس اي دو واش هي؟ هي ان ان سور ان دو فوا سينوس اي ان، وانا بيان سور غادي نعوض على حسب شنو عطاني التمرين. دونك ان ان على حسب التمرين شنو غيعطيني، و ان دو هنا سينوس اي ان، هنا اي ان واش غادي تكون في هاد الحالة على حسب ليكزومبل اللي عطيتكم، ان ان هي هي هادي، عفوا اي ان هي هادي هي 30 دوغري. الا بغينا نكملو دونك هنا هادي راه هي سينوس 30 دوغري اكزومبل، ماشي ضروري تكون 30 ولا ماشي 30، بويسكو حنا ديجا خدينا 30 حنا خدامين بها. دونك هنا يعني نتوما باش تخرجوا هاد لونغل دو ريفراكسيون جديده غادي تخدموا لا لوا دو ريفراكسيون لا دوزيام لوا، وغادي هاد اي دو ماشي اي دو اي ان، هادي اي ان لونغل دو سينوس غتعوضوها بهادي اللي عطاوكم وتخرجوا لنا القيمه نتاع اي دو. دونك نخرجوا السينوس من بعد نديروا السينوس موانزل ديك القيمه اللي خرجت لينا، وغادي نلقاو لا فالور ديال اي دو بالدوغري.